لبنات الشهداء اجوا لهون مشان يكرموهن ويلعبون ويفرحون مشان ينسون حزن عبهاتهم. نلعب ونفرح يعني عم نلعب ونفرح كل شيء، مسرحيات أغاني وعم نغني. هون عم بلعب وبرقص وبلعب مع الأولاد وبنفرح. حبيت الماجي هيك ألعب، عزموني جيت ألعب. هون كتير محل حلو، هلأ يوزعوا لنا هدايا. شكرا يا كارم بخاية. محمد علوش. ليش انت لابس؟ انا بدي امثل الله مهرج لاخواني الاطفال والاصدقاء عشان يفرحوا ويضحكوا، وخاصتهم الشهداء. نحن هون جينا عم نعمل فعالية للأطفال، الأطفال طبعاً الأيتام، لحتى ندخل الفرحة والبسمة لقلوبهم. وطبعاً كانت الفعالية بتضم عدة أنشطة، منها أنشطة حركية ومنها أنشطة دعم نفسي. أقمنا هذا الحفل لإدخال جو الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال، حيث تواجد الأطفال الذين عانوا من الحروب والقصف، وقمنا بهذا الحفل لإخراجهم من هذا الجو. اسمي جنان محمد نعمة. عم نعمل نشاط، نلعب في الألعاب وهيك أشياء، وبنشتغل أشغال وبنرسم رسم. وعملنا حفلة وسوينا غناية دربنا عليها حتى قدمناها للعرض. أنا اسمي نور الهدم حميد، أنا من حلب. جينا لهون ودربنا فسحة أمل، دربنا على أنشودة عشان العيد وغنيناها وفرحنا كتير الأطفال الصغار. هل هل هل